مصر الحقيقة مليارات. حضرتك قلت ان احنا هنوصل للاكتفاء الذاتي هذا العام ان شاء الله، يعني الى اي مدى هيوفر علينا عملة صعبة موضوع حقل زهر؟ تمام يا فندم. طبعا حقل زهر زي ما احنا قلنا انتاجه وصل ان شاء الله يعني على 2019 يبقى 2.7 مليار قدم مكعب، تمام، وحالي دلوقتي 1.7 مليار قدم مكعب. طبعا ده هيؤدي الى عدم الاكتفاء الذاتي، وبدل الاكتفاء الذاتي هنقلل عمليه الاستيراد، موضوع الشحنات اللي كانت بتجي لنا، وده طبعا ده هيوفر ملايين الدولارات للدوله، هتكون بعدم، طبعا ده هيساعد بقى في الموازنه العامه بتاعت الدوله في الحاله دي. طبعا لان موضوع البوتاجاز ده زي ما الاخ محمد شرف وقال ان احنا الدوله تقوم بدعم اكثر من 100 جنيه للانبوبه الواحده، تمام، بجانب ان احنا نستطيع ان احنا نقوم باستخدام هذا الغاز وعمليه المعالجه بتاعته. طبعا اي غاز بيطلع من بيسمونه ناتشر جاز بيطلع من الابار لازم يتحط على محطه معالجه بتبقى موجوده على الشط، وبعد كده بيطلع منه الاتش تو اس وكل الشواب، وبالتالي بيحصل عمليه معالجه، وبالتالي بيدخل في الشبكه القوميه وبيخش على الايه هذا الكلام. بيطلع منه غاز طبيعي فقط ولا في مواد اخرى ممكن تستعمل تفيد المواد؟ هو بيبقى مثلا يبقى ناتشرال جاز، بس اتش ناتشرال جاز، ويبقى فيه بعض الايه الاتش تو اس والكربون والحاجات دي. ده نوع من انواع الغازات السامه، لازم يتم عمليه لو هو موجود في الجو بصوره عاليه ده بيحصل تسمم، فلازم هم يقوموا بعمليه المعالجه وعمليه فصل هذه الاشياء قبل عمليه ضخه في الشبكه القوميه الموجوده عندنا. فوجوده بوفره طبعا ده هيوفر عمله صعبه جدا، خصوصا ان احنا لو استخدمنا الغاز ده في عمليه زيادة القيمة المضافة بصناعة البتروكيماويات، لأن المادة الخام لصناعة البتروكيماويات هي الغاز الطبيعي ناتشرال جاز الموجود عندنا ده. واحنا قمنا بعملية أخذ هذا الغاز وعدم تصديره خام سنوفر عشرات أضعاف بما كنا إن احنا نقوم ببيعته كده إيه دايركت كخام للدول الأخرى. فأنا فوجود الغاز الطبيعي وتعظيم القيمة المضافة بضخه في عملية صناعة البتروكيماويات اللي تقوم على أكثر من 80 صناعة في مصر، ده هيعود نصب للعمله الصعبه، وبالتالي ده هيأثر على الدخل القومي، وبالتالي هيدعم ميزانيه الدوله ويخفض الدعم. في 2019 هنستطيع ان احنا نصدر من حقل زهر؟ في 2019 نستطيع ان احنا نصدر، لان احنا هنكون انتاجنا الاكتفاء الذاتي قد تم وفعلا وفر، ولكن انا دائما اقول كده في اي برنامج ان انا لا احبس عمليه تصدير الغاز لاي دوله اخرى وهو خام، سواء كان غاز، سواء كان ذهب، سواء كان رمل، سواء كان اي نوع من انواع المنتجات الموجوده عندنا، لا نستطيع، ولكن يجب ان نقوم بتصنيع الغاز صناعة البتروكيماويات، خصوصا احنا عندنا دلوقتي اكبر مصانع في صناعة البتروكيماويات زي مثلا سيتكو، عندنا ميدور، عندنا مصانع كثيرة جدا لصناعة البتروكيماويات، ولكن في يعني لازم نكون اصلا بصناعة البتروكيماويات من الف للياء، بمعنى انا ما احصلش مثلا على الاسيلين والبولي اسيلين والبنجيدان وغيره، لازم اقوم باخذ اسيلين المنتجات المستخرجة من الناتشورال جاز، وبالتالي بكون عملية تصنيعها عشان احصل على المنتج النهائي اللي هو زي هيكل على السيارات، السيراميك، البوليات، وات ايفر، اي نوع من انواع الصناعات. وبالتالي ممكن اوفر الخامات ديت بناتج محلي عندنا نستطيع استخدامه بسعر اقل بدل ما اقوم بعمليه استيراده من الخارج، وبالتالي ده هيوفر لنا عمله صعبه بطريقه غير مباشره، ان انا اكون باستخدام المنتج المحلي وتشجيعه بالعكس وتصديره الى ايه البلاد الاخرى. تمام استاذ محمد.